يدشنوا هذا المذبح بهذا الميرون المقدس على اسم القديس الأنبس ربامون الأسقف والشهيد في كنيسته بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي في برية شهيد بكوالد النطرون خنفران مبيوت نمشير مبنى ما سواب ونوتي نوت فزمار وتنجيف نوت بيوت بيوان توكراتور آمين. يوم تدشين الكنيسة هو يوم كتابة شهادة عيد ميلاد الكنيسة. طبعا الصلوات في مجملها بتبقى مرة واحدة في العمر زي المعمودية بالضبط وزي ميلاد الإنسان. تم تدشين الكنيسة الفلانية بالمذابح اللي فيها الوسطاني على اسم الأنبا سربامون الأسقف الشهيد والبحري على اسم القديس مريمينا العجيبي والقديس البابا كيرلس السادس والإبلي على اسم القديس تواضروس الشطبي. مبروك عليكم الكنيسة، يعيش أنبا أغابيوس ويعمر ويعيشوا أباء الدير كلهم ويعمروا. كنيسة جميلة وفيها الطابع الرهباني خالص، نتشفع بقديسين الأباء المذابح اللي فيها، وطبعا بنتذكر على سبيل الاسم المتنيح نيافة أنبا سربامون أسقف الدير لسنوات طويلة واللي عمر في الدير كتير خالص، معظمنا إن لم يكن كلنا اترهبنا على أديه ودخلنا الدير على أديه وتعلمنا منه وشربنا منه الحياة الرهبانية في أصولها وفي جذورها، وبيمتد بيها نيافة أنبا أغابيوس.